قررت نختم 2021 بهذا الفيديو اللي غيجيكم مختلف بزاف على الفيديوهات اللي دازو، والاغلبيه غيتفرجوا في هذا الفيديو ولكن ماشي كلشي غيفهم الرساله اللي وسط هذا الفيديو. واللي مهم من هذا الشيء كامل انه كاينين واحد الناس غادي يفهموا هذا الميساج اولا غادي نكون غير ضيعت المجهود ديالي على والو. في 2021 درت لكم بزاف ديال الفيديوهات تفرجوا فيهم، كاينين اللي عجبوكم كاينين اللي ما عجبوكمش كاين اللي عجبو كلشي، ولكن من مورا هاد الفيديوهات حتى شي واحد ما عارف شنو كيطرى من مورا الكاميرا. بطبيعة الحال كيطراو حوايج زوينين حوايج خايبين، ولكن بالغازي كان كيبارطاجي معكم غير الحوايج الزوينين، كنظن عارفين علاش. بزاف ديال الفيديوهات صورتهم ومونطيتهم وفي الاخر تمسحهم حيت شطراو فيهم شي مشاكل، وبزاف ديال الفيديوهات لحتهم وعاود تمسحتهم بسبب الكوبي رايت. وخا هاد المشاكل كاملين ما لقيتش حتى شي عذر للفشل وكنستمر في نشر هاد المحتوى لجوج اسباب لا ثالثه لهم، حيت كيعجبني انا هاد الشيء ولقيت بزاف ديال الناس كيعجبهم هاد الشيء. درنا فلوقات مع الكلاب، درنا فلوقات مع الهامستر، درنا فلوقات مع السلاحف، ودرنا فلوقات مع الطبيعة، ودرنا والقائمة طويلة. كل شخص فيكم وشنو كيعجبو، وكاين بزاف ديال الناس كيعجبهم كلشي، ولكن في الاخير كتجمعنا حاجة وحدة، حب الطبيعة والحيوانات، حيت الحيوانات جزء من الطبيعة والطبيعة جزء من الحيوانات. ما كرهتش كلشي فهم هاد الرسالة، حيت الا فهمتوها كاملين وطبقتوها في حياتكم تقدروا تغلبوا على المشاكل اللي كيواجهوكم، ولا تغلبتوا على المشاكل اللي كيواجهوكم غادي توصلوا لاي حاجه نتوما باغينها، وغديروا اي حاجه اللي نتوما باغينها، ما غديروش داكشي اللي باغين هما. اللي عرف الرساله المضمون منها في هذا الفيديو يخليها لي في كومونتير، نعرف شحال من واحد ذكي يقدر يعرف هذه الرساله، يقدر يعرف هذه الرساله، يقدر يعرف هذه الرساله، يقدر يعرف هذه الرساله.